شامس مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. سعدون سعدون. انا عارف عارف ان الدانة تبيض وجهي دائما. والله عمرها ما خابت. سعد الحمد لله الحمد لله. هي هي الدانة ناكتي وانا اعرفها يا جماعه. ناكتي وانا اعرفها. الحمد لله الحمد لله. بيضت وجهي. الله يبيض وجهي. ما خساره فيك تعبي وشقاي. كل الناس تشجع سمحه، وانا سامع واحد باذني هذه يقول
ان الدانة ما تستاهل الفوز. سمحة ناقة المعزب سليمان حق. انا سليمان الطايع، ما حد ما يعرفني في هالبلاد، استثماراتي في كل مكان، وفي الاخر اصير مقتنزل اللي يسوى واللي ما يسوى. ومن من من واحد لا راح ولا جاء. الميدان كان متروس من الناس وكبار الشخصيات، وين اودي وجهي منهم وين؟ هدي نفسك يا ابو خالد، هدي نفسك، صحتك بالدنيا. انا مش عارف سامحه جرى لها ايه، ده كان فاضل خطوتين وتكسب السباق. انا مستغرب. زين والحين شو نسوي بعد ما فشلتنا سامحه وخسرت وصار اللي صار؟ نحروها، ما اريد اشوف وجهها من اليوم ورايح. نحروها، اطعمها من خيري، وفي الاخر تخزيني قدام الناس. نحروها ان شاء الله. بننحرها، بننحرها الحين بننحرها. بس هدي يا طويل العمر، هدي. ومن اليوم ورايح تدوروا لي على ناقه سبوق غيرها مهما كان ثمنها، حتى لو تطلعوها من تحت الارض. فاهمين؟ فاهمين. اوامرك اوامرك يا ابو خالد. بس انا عايزك تنسى اكني مفيش حاجه حصلت، وانا ان شاء الله هجيب لك ناقه مفيش زيها، لا مصيحة ولا غيرها تقدر تقف قدامها. مصيحة؟ مصيحة سمير، مصيحة. ما يجراش حاجة، ما يجراش. يلا. شامس، يا شامس. خير خير. هاينك ناسي بشتروا الدانة؟ الدانة ما تنباع وأنا حي. أنا ناس راهين، فلوسهم تتكلم. فلوسهم لهم والدانة لي أنا، سمعت؟ هذا انت اللي جاي منهم؟ لا حش على زينك، الا كانوا جايين الريس وشافوه يوم تهفف حفاف، ويقول لك راعي سمحه يوم عرف بخبر نحرها وزعلان ومحمد. الحين تخلى عنك الكلام، بتقابلهم ولا ايش الجماعه؟ خليه ينحرها، وانت ابوي يسمع بضربك بضربك، دور ربعك. اعطيه 3 ملايين. ازاي؟ ده كتير قوي، البيت ما يستاهلش، ده بيت قديم. ومن قال لك اني انا اريد البيت؟ انا اريد الارض اللي قايم عليه البيت. طيب ليه؟ فتح مخك يا استاذ منصور، فتح مخك. المنطقه التجاريه كلها راح تنتقل هناك في ذاك المكان. يا سلام، ده انت عليك عقل يوزن بلد يا ابو خالد. المهم، تعرف بيت هذا اللي اسمه شامس رعدانه؟ علي يعرفه، هو يوديك. تعرفه يا علي؟ يا طال عمرك عارفه. هذا البيت طال عمرك. هو هذا بيت لبنته في شامس؟ يا طال عمرك. زين خلاص تحرك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك، يسعدون. دخلها بقى مع اخواتها في الحظيرة. على التحال انا جمعتكم اليوم، ونتمنى ان شاء الله انه الصفقة ترسو علينا، وان شاء الله اذا رست طبعا مستقبل كبير ينتظر هذه الشركة. عرفتكم شوية. ها منصور. الو ابو خالد. ها بشر، ايش سويت؟
وصلت الناقة الجديدة. والله؟ مال؟ لا لا لا، ده انت تيجي تشوفها بنفسك. ما شاء الله تبارك الله. برافو عليك، برافو عليك يا منصور، برافو عليك. اسمعني، دخلوا الناقة الحظيرة واسقوها وطعموها، واذا شيء سمن وعسل اسقوها، وانا الحين جاي مره، الحين 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 جاي. استاذ والاجتماع؟ اجل الاجتماع، انا عندي شغل مهم، شغل ضروري، رايح اشوف الناقه. الناقه والشركه زيني. بعدين بعدين. ما شاء الله ما شاء الله، ابوها غزيل وامها فرحه عفيله بنت عصايل. ها وتطرب في الريس. ما خسرتش ولا مره، عمرها ما خسرت، وراعيها ما كانش هين عليه يبيعها لولا انه حرام مزنوق في الشيكات ما كانش معها. طلب فيها كم؟ طلب فيها 200,000 وهو جاي ورانا. والله بخساره. اسقوها عسل وسمن بلدي، ووظفوا لها شخص معين يهتم فيها ويراعيها ويسقيها ويطعمها الين يجي موعد الريس. هذه الفعالية التي انطلقت من يوم الاثنين واستمرت إلى حد هذا اليوم يوم الخميس الموافق 29 من شهر مارس لعام 2012 للميلاد، في هذا اليوم يسدل الستار على ختام هذا المهرجان موسم عام 2011 2012. اليوم الكاسات، اليوم الرموز، اليوم التتويج، اليوم النصر والناموس، في هذا اليوم حفاد هذا الموسم، في هذا اليوم حفاد جهود هذا الموسم، في هذا اليوم التتويج للمجتهد وللمنتصر وللفائز بالمركز الأول. شامس علامك وش فيك؟ ولدك صغير صغير علامة، تعبان مريض. ولدي مريض؟ نعم. حول الله. الدختر هذا الدختر، جيبوا لي الدختر، ولدي مريض يا جماعة، جيبوا لي الدختر. ومثل ما تفضل الشيخ سليمان قال ان القرارات اللي بتطلع من هالاجتماع هي القرارات اللي راح تحدد لنا مستقبل الشركة، خصوصا من خلال الأرباح وبالتحديد خلال ال5 سنوات القادمة، وأكيد راح تكون بعد موافقة الشيخ سليمان عليها. أبو خالد إيش رأيك بهالخطة؟ يا أبو خالد. فعلًا مثل ما تفضل الأستاذ علي، القرارات هذه وأقصد بها قرارات الاجتماع راح تحدد استثمارات ومستقبل الشركة. كيف حاله ولدي يا دكتور؟ للأسف الولد عنده التليف الكبدي. كيف يعني؟ فهمني، ما فهم أنا إيش تقول. أعراضه واضحة. زين وعالجه؟ هذا ولدي الوحيد. للأسف العلاج ما سهل مثل ما أنت تتصور، والمرض انتشر. ايش فيه زين؟ ايش فيه بالضبط؟ ايش بتسووه بالحين؟ محتاج لزراعة كبد. زين وكيف الامور؟ فلوس وكم تبون؟ عمليته مكلفة، وفي اغلب الحالات هذه العملية تكون ناجحة بنسبة 80%. منصور، خذ معك علي وروحوا عند هذا اللي اسمه شامس. أريدكم تشتروا الدانة بأي ثمن، أريد هالليلة تبات في حضيرتي. إن شاء الله يا طويل العمر مش هنرجع أنا وعلي إلا ومعانا الدانة. يلا بينا علي.
انت شامس؟ نعم انا شامس. انتم من؟ طال عمرك حنا جايين نشتري الدانه. يا ترى بكم طالبها؟ ترى حنا فلوسنا جاهزه. من قال لكم ان الدانه تنباع؟ يعني انت مش ناوي تبيعها؟ الدانه ما تنباع يا استاذ. بس انا شايف يعني انك ساكن في بيت قديم وما فيش سياره واقفه قدام البيت، يعني احوالك مش هي. ما تاخد الفلوس تصلح بيها احوالك، الناقه مش هتنفعك حتى لو كسبت الريس. انت محتاج فلوس مش محتاج ناقه. كلامك صحيح يا استاذ، لكن بعدني اقول لك الناقه ما تنباع. تفضلوا معي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. حيا حيا مرحبا يا العودة. كيف حالكم؟ هم ماشي. الو. ايوه يا ابو خالد. لا مش راضي يبيع. ما راضي يبيع؟ هذا يا اما مجنون او يستغل حاجتنا للناقة. عرضنا عليه فلوس بس دماغه ناشفة. اسمع يا منصور، اعرض عليه مبلغ زيادة وانا واثق هذه المرة بيغص غصة. حاضر حاضر حاضر. لا عجب، ولدك مريض ومحتاج لزراعة كبد. حرام عليك يا شمس، ولدك ولا الدانة. ولدي يا شيخة ولدي، لكن الدانة ما اقدر ابيعها. كيف أعيش بدونها؟ تبين تقتليني وأنا حي. ولدك بين الحياة والموت. إيش من أبو أنت؟ الدانة أعز عندك من ولدك. سكتي يا حرمة سكتي. صغير مثل ما هو ولدك ولدي، لكن لا تطلبينه شيء صعب. خذوا كبدي، خذوا عيوني، خذوا اي شيء وطلبوا اي شيء الا الدانة. لعل الارض تنشق وتبلع. أنا إيش سويت في حياتي؟ إيش سويت؟ يا صغير يا صغير. شامس يا شامس، إيش اللي تسوي بعمرك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلا البيت خلا. ساعدوني، ما في بارض لك. غيب ثور ثور، أبى أشوف وجهك. تبارك الله فيك من فارك. يا شامس يا شمس، انت ومره ثانيه. اسمعني كويس، طول بالك. المره دي غير كورن اللي مره، المره دي عارضين عليك 400,000 ريال. الفرصه ما بتجيش غير مره واحده. 400,000 ريال ما عليك الا انك تاخدهم تحطهم في البنك بعد ما تسلمنا الدانه. قلت ايه؟ قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكر كويس، ده مبلغ كبير مش سهل تسيبه. لا، 400,000 ريال. اسمع الكلام ده، غيرك بيبيع عيل من عياله مش ناقة. كم قلت؟ 400,000 ريال؟ أيوة. يا ابوي شامس، بيع بيع وخلصني. بيع. اسكت انت، اسكت اسكت. طب 500,000 ريال، 500,000 ريال. اسمع الكلام، مرحبا سليمان. كلنا بنموت يا شامس، لكن الواحد
يفكر في مستقبله ومستقبل أولاده. وإنت ولدك مريض وفي المستشفى ومحتاج زراعة كبد، وأنا بفلوسي أقدر أشتري أي ناقة وبأي ثمن، لكن قلت في نفسي حرام الفلوس تروح لواحد ما محتاج. أنت أحق بهن يا شامس، إذا ما إلك فلولدك. اتودي برع اتعالجه، وهذا أنا جايينك بنفسي أقدم لك هذا العرض. ييتك على العين والرأس، والكلام اللي قلته صحيح، لكن نسيت شيء مهم يا سليمان. اللي هو ما كل شيء ينباع وما كل شيء تقدر تشتريه بفلوسك. فكر زين يا شامس، المبلغ 500,000 ريال عماني، لا تضيعهم من يديك. تعالج ولدك وتبني لك بيت، تبني لك بيت جديد غير هذا البيت اللي انت عايش فيه، وتحسن اوضاعك واحوالك بدل الحالة اللي انت فيها الحين. الدانة عندي اعز من فلوس الدنيا كلها يا سليمان. وولدك؟ ولدي امر بيد الله، لا بايدك ولا بايدي يا سليمان. يعني هذا اخر كلام عندك؟ وما عندي غيره، ما عندي غيره. طيب الو، ايوه لحظات استاذ منصور. ايوه التليفون. ايوه الو، ايوه ايه ها. طيب مع السلامه. مصيبه يا ابو خالد، مصيبه. الشركة خسرت 90% من استثماراتها بسبب تأجيل الاجتماع وتعليق القرارات الحاسمة الخاصة بالصفقة. أبو خالد استد معايا يا علي. سليمان يلا على العربية الثانية. يلا خير يا دكتور. هقول لي ابو خالد عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله عنده وعكه صحيه ومحتاج لراحه تامه، وعسى خير ان شاء الله. طمن ان شاء الله. شكرا. يا الله، شفتي يا منصور؟ شفت كل اللي صار المعذب سليمان بسبب هذا شامس اللي ما يتسمع؟ لكن ما عليك، انا اللي اوريك فيه. ان ما قطعت راسه وجبت الناقه ما اكون انا علي. استنى، رايح فين؟ خليني يا منصور، خليني. انت ليش دائما مسالم بهالامور؟ المسالمه ما تنفع بهالامور. وانت ليه على طول متهور كده؟ ما صحش. سيبني انا هتصرف بطريقتي، بطريقه دبلوماسيه، وعيني احنا في مستشفى، ما صحش كده. سيبني هتصرف هنا. لو كان ولدك ما فضلت عليه ناقة. حرام عليك يا شامس، هذا من لحمك ودمك، ليش تسوي فيه كذا؟ شامس صدقني، ما اريد اعيش معك. Thank you.
أنا موافق بعملاقة. صحيح أنها ما تهون، لكن ولدي مريض ولازم أتعالج. علامة الدانة، علامة الدانة ماتت. ماتت يا شامس، ماتت الدانة، ماتت. مجنون انت، تكذب علي ولا ايش؟ انا اللي حاصل. الدانة ماتت، الدانة ماتت، الدانة ماتت. يا ريتني مت قبلها، يا ريتني ما عشت، يا ريتني مت مع الدانة.